والاطلاع على آخر التطورات الميدانية في المنطقة العازلة. ينضم إلينا من ريف حماة محمود الحموي ناشط إعلامي. أهلا بك سيد محمود. سيد محمود، المرصد السوري تحدث وقال بأن جبهات القتال في ريف حماة شهدت هدوءا حذر بالأمس، ما مدى واقعية ذلك وماذا عن بقية المناطق؟ أهلا بكم أخي الكريم. الهدوء الحذر في الحقيقة في ساعات، يعني على الأقل منذ ساعة الصباح الأولى وحتى الآن جبهات القتال شبه باردة، لم نشهد أي عمليات عسكرية من وإلى. أما يوم أمس كانت هناك معارك ضارية في الحقيقة، تمكن الثوار من دخول إلى قرية كفر هود بعد اشتباكات عنيفة مع ميليشيات النظام، وكانت هناك تفجير سيارة مفخخة في وادي عثمان بالقرب من تلملح. وبعد هذه المعارك التي خاضها الثوار ضد ميليشيات النظام انسحبوا من قرية كفر هود، ولكن أسفرت عن أكثر من 20 قتيلا وعشرات الجرحى. أما بالنسبة لرقم الشهداء الذي ذكر بحسب المرصد أكثر من 30 شهيدا، في الحقيقة كانت هناك أنباء تتحدث عن هذه الأرقام، ولكن اليوم تبين 10 من هؤلاء كانوا أحياء، كان 12 بالعدد كانوا محاصرين ورفعت أسماءهم على أنهم شهداء على كل يعني وسائل الإعلام وعلى كل مواقع الثورة على أنهم شهداء، ولكن كانوا محاصرين، 10 منهم أحياء واثنان ارتقوا شهداء. إذن حتى الآن نستطيع القول عدد الشهداء الذين ارتقوا جراء المعارك يوم أمس لقرابة 14 شهيدا فقط حتى تاريخ هذه اللحظة، وهناك عدد من الجرحى طبعا من الثوار من جراء المعارك. القصف في الحقيقة هدأ في ساعات الليل المتأخرة على المناطق المدنية، سواء كان المأهولة بالسكان أو المناطق العازلة، سواء كان القصف المدفعي أو القصف بالطائرات الحربية وتابع للنظام والعدوان الروسي. اليوم منذ الساعة 9 صباحا وحتى تاريخ هذه اللحظة لن تخلو الأجواء على الإطلاق من قاذفات السيخوي وطائرات الميج، حيث قصفت الطائرات الحربية التابعة للعدوان الروسي 4 غارات جوية كانت على مدينة اللطامي تزامنا مع غارة جوية لطيران النظام الطائرات الحربية أيضا، وتعرضت مدينة اللطامي إلى قصف مدفعي وصاروخي من المعسكر الروسي جنوب مدينة حلفية ومن الحوالي التابعة لميليشيات النظام، كما تعرضت مدينة كفر زيتا لقصف الطائرات الحربية التابعة للنظام، وتعرضت كل من خان شيخون وكفر سيدنا وحيش والشيخ مصطفى ومعرض حرمي والبارة وإحسم وبسقلة ومنطقة 40 إلى قصف الطائرات الحربية التابعة للنظام، وهناك جرحى في قرية معرض حرمي. طيب سيد محمود، بالأمس أيضا تحدثت الأمم المتحدة عن استهدافات المشافي في مناطق إدلب وحماة، هل تصف لنا وضع المشافي هناك؟ أخي كريم، لا داعي للحديث عن أن المشافي استهدفت أم لم تستهدف، يعني من العدم لا يقدم ولا يؤخر هذا الأمر شيء، لأن المشافي دمرت بالكامل بريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي، المشافي مدمرة بالكامل، لا ليس هناك مشفى يعمل على الإطلاق، كل المراكز الصحية كل النقاط. إذن المصابين إلى أين ينقلون سيد محمود؟ ينقلون إلى إدلب، إلى ريف إدلب الشمالي، ينقلون إلى المشافي القريب من الحدود التركية، يعني أقرب مشفى هو يعتبر على المناطق المحررة ومع مدينة معرة النعمان، ومن ثم باتجاه الشمال، يعني جنوب معرة النعمان ليس هناك مشافي تعمل على الإطلاق، كلها دمرها طيران العدوان الروسي بالصواريخ الارتجاجية وكلها خارج الخدمة، حتى المراكز الصحية التي يقوم عليها، حتى المشافي لتوليد النساء كلها دمرت بالصواريخ الارتجاجية التي أطلقتها طائرات الحربية التابعة للعدوان الروسي. الناشط الإعلامي محمود الحموي، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا مباشرة من ريف حماة.